كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في تفسير آيات في سورة الجمعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبق أيها الإخوة في الدرس الماضي أن سورة الجمعة سورة مدنية، وسبق حديث عن فضيلة يوم الجمعة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. لأن مطلع الآيات يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. التسبيح هو التنزيه، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض ينبيك أن الخالق منزه عن كل نقص. البذرة في التراب، والذرة في الوجود، والمجرة كلها تخبرك أن الذي خلقني، أن خالق هذه المخلوقات منزه عن كل نقص. كمال كله جل جلال الله، جمال كله جل جلال الله، جلال كله جل جلال الله. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. العلماء قالوا التسبيح نوعان: تسبيح خلق وتسبيح أمر. أما تسبيح خلق فإذا نظرت إلى الجبال لا تستطيع إلا أن تقول سبحان الله، كيف أرساه الله تعالى في مكانه ليثبت هذه الأرض. إذا نظرت إلى عينيك، إلى قلبك، إلى رئتيك، إذا نظرت إلى طعامك، إلى شرابك، إذا نظرت إلى الماء كيف يتدفق، لا تستطيع إلا أن تقول سبحان الله. هذا تسبيح الخلق، كل المخلوقات تسبح الله تسبيح خلق. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. أما تسبيح الأمر فهذا مختص بالإنسان. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، يعني أيها الإنسان هد. أما الجبل ليس مخاطبا بسبح اسم ربك الأعلى، الحيوان ليس مخاطبا بسبح اسم ربك الأعلى. المخلوقات كلها تسبح الله تسبح خلق، وحده الإنسان الذي يفهم عن الله أوامره ونواهيه هو الذي يسبح الله تعالى تسبيح أمر. لكن الإنسان الفاجر الكافر تجده يتهم الله تعالى بالنقص. بعض الناس والله عز وجل كله كمال، كمال في أقواله جل جلال الله، وكمال في أفعاله جل جلال الله، وكمال في قدره وقضائه. بعض الناس إذا نزلت به مصيبة اتهم الله بالنقص: يا رب ليش هيك عم بيصير؟ يا رب لماذا فعلت كذا؟ يا رب لماذا يحدث ما يحدث في البلاد؟ يا رب لماذا يتسلط هؤلاء على هؤلاء؟ يتهم الله تعالى بالنقص من عدم فهمه عن أوامر الله تعالى ونواهيه. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكمل من عبد الله عز وجل، لما نزل به ما نزل في غزوة أحد
وقد سبق حديث عن هذا الأمر، وما نزل بغزوة أحد أمر شديد، قال لصحابته: استووا ورائي فإني أريد أن أثني على ربي. غزوة أحد في يوم واحد 70 قتيلا من صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مربيون على إيده 15 سنة، إنسان رباه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو هالرجل هذا سيكون؟ وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد 15 سنة من العمل، الله عز وجل يصيبه ب70 واحد من إنتاجه ميتين أمامه. الآن باقي الجيش المسلم كله كان مجروحا، وبالتالي مجروحين يعني ما بنعرف هذا بده يعيش، هذا بده يموت، هذا سيتمادى به المرض وينتهي، هذا ما عاد يقدر يقوم بواجبه في الدعوة إلى الله أصلا، وباقي الجيش كله جريح، وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته وجرح في وجهه وردت ركبته وسقط في حفرة صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقات المغفر في وجنته، وأشيع بأن محمدا قد قتل. المصاب كان صعبا جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مقام الربوبية، الله كله كمال، الله عز وجل منزه عن كل نقص، فقال لصحابته بعد أن جمع القتلى وبعد أن نظر إليهم وهم جرحى، قال: استووا ورائي فإني أريد أن أثني على ربي، بدي أمدح رب العالمين، لأن الله مصدر كل كمال. العلماء درسوا ويدرسون لماذا حدث في غزوة أحد ما حدث، وإذا بهم يستنبطون الحكم الجليلة والعظيمة مما جرى من غزوة أحد، ويحمدون الله عز وجل أن جرى ما جرى في غزوة أحد. قالوا: أولا، لأن الإنسان العظيم لا يصنع إلا بالشدائد. أنت صاحب شركة بدك تعين مدير، طلبت إعلان بأنك تحتاج إلى مدير إلى شركة، يجوك 2 قدموا لك CV تبعهم، واحد منهم عايش 20 سنة أو 30 سنة عمره، عايش 30 سنة في رغد العيش في أحضان أمه وأبيه، يصل المال إليه في كل لحظة يريدها، ما تحمل لا عناء دراسة ولا عناء عمل ولا عناء سفر ولا صقلته التجارب ولا يعني وطنته الخبرات، وقال لك: أنا بريد كون مدير وأنا ابن نعمة وعايش صلي 30 سنة برغد العيش. وفي شخص تاني قرأت CV تبعه، مو مخلي مدرسة إلا داخل فيها، مو مخلي دورة إلا نازل فيها، مو مخلي بلد إلا مسافر ومتشنطط عليها، مو مخلي تجربة حياتية إلا دخلها، أيهما تختار؟ الذي عاش في النعيم المقيم 30 سنة في رغد العيش من دون أي تعب وكد وعناء، لما هذا الذي خاض التجارب وخاض الحياة؟ أكيد هذا، الحياة لا تصنع والتجارب لا تصنع والناس المسقولين والكبار لا تصنعهم إلا التجارب والشدائد. الذهب يا أيها الإخوة لا يصير ذهبا صافيا حتى يعرض على النار، بدك تصير ذهب بدون ما تعرض على النار ما بيصير، خليك فحم. الألماس ما بيصير ألماس لحتى تعرض هذا الفحم إلى ضغط جوي 5 مليون ضغط جوي، بتجيب الفحمة بتعطيها 5 مليون ضغط جوي وحرارة بآلاف الدرجات بتصير ألماسي. والله ماني مستعد أخي أنا أتحمل لا هالضغوط ولا هالحرارة، خليك فحمة، كيلو الفحم ب100 ورقة. أما إذا صرت ألماسي بيصير تباع بأجزاء من الجرام. فواحدة من فوائد ما حدث، الله عز وجل كله كمال، أن الإسلام يسبق الرجال كما تسبق النار الحديد، هذا واحد. رقم 2، أن الإنسان فينا أيها الإخوة يصيبه العجب والغرور، أنا صحتي منيحة ومالي منيح وأولادي ممتازين وعلاقاتي الاجتماعية منيحة وحتى صلاتي وصومي كمان مناح وكلمتي بهالبلد ما بتصير 2، أنا كإنسان أصاب بالعجب، فيأتي الابتلاء ليوريني حقيقتي من أنا. شوف الإنسان لما بيكون مريض، لما بيكون صحيح الله أكبر، بتحسه كأنه ملك، حتى إذا مرض وصار قعيد السرير بصير بده طفل صغير يناوله كاسة مي،
تجي بتحكي له عن إنجازاته، أنه أنت أستاذ دكتور بالجامعة، أنت مخرج كذا من الدكاترة من المهندسين، بيقول لك دعي لي دعي لي الله يعافيني بس ما بدي شيء، بس دعي لي والله راسي حيفلع، دعي لي بس إن شاء الله يروح هذا وجع الرأس. شو مشان إنجازاتك العظيمة؟ شو مشان أموالك الوفيرة؟ شو مشان علاقاتك الاجتماعية؟ ما شاء الله يا أخي، 2001 بعثوا لك تهنئة، 2001 بعثوا لك يعني إنهم متألمون لمرضك. قل لهم بس يدعوا لي طيب راسي، ما بدي شيء، ما بتريد يعني تعرف مين أنت؟ الله أكبر. الإنسان يا أيها الإخوة بدون ابتلاء من الممكن أن يصاب بالعجب، لذلك هذا الابتلاء ليعيد الإنسان إلى حجمه الطبيعي. طبعا إذا أصبت بالعجب سقطت من حيث تدري أو لم تدري. فالله عز وجل يربي عباده، الله اسمه رب، والرب مشتق من التربية، يعني أنه يربي عباده، يربيهم بالشدائد حينا ويربيهم بالسرور حينا آخر. رقم 3 من فوائد ما جرى في غزوة أحد، وهو الذي يجري في الناس في الابتلاء، قال ليميز الله الخبيث من الطيب. تخيلوا يا أخوانا أنه الالتزام بدرب الله مكاسب كله، يعني كل واحد بصير بيصلي، هلأ حنطوب له بيت باسمه، هلأ كل واحد بتجيبوا لي اسمه بيصلي وبيصوم حطوب له بيت باسمه، وبنعطيه سيارة، حنصرف له معاش كل شهر كمان 50,000 ورقة سوري، ونجوزه كمان، وكمان منأمن له عروس مرتبة. دخيلك بيصير حتى أفجر الفجرة يدخل ليصلي أمامنا مشان البيت والسيارة وما إلى ذلك. لكن إذا أصيب المسلمون بالشدائد، إذا أصيب المسلمون بالابتلاء وكانوا مثل ما يجري معهم يجري مع الناس، عندها لن يدخل في درب الوصول إلى الله عز وجل إلا من أراد الله تعالى خالصا من قلبه، عندها لن يلحق بمجالس العلم إلا من أراد الله عز وجل خالصا من قلبه. أما إذا كان الالتزام بالمسجد بيعطيك امتيازات دنيوية، فربما دخل داخلون في بيوت الله عز وجل يريدون هذه الامتيازات. فالله عز وجل منزه عن كل نقص، هذه بعض الحكم، وإلا ذكر العلماء حكما عديدة. الله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. الآن إذا أنت فهمت عن الله أوامره، ازددت قربا من الله عز وجل، ستدخل مع هؤلاء المسبحين، فأنت تسبح مع الطير وتسبح مع الأشجار وتسبح مع هذا الخلق لله تعالى، فتكون في عداد المرضيين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس، معنى القدوس يعني كمان المنزه المطهر عن العيوب وعن النقص، الملك القدوس العزيز الحكيم. العزيز هو الذي لا يدرك، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في هذه الآية وقفة، ورد مثل هذه الآية بترتيب ألفاظها وردت 4 مرات في القرآن الكريم، واحدة منها في سورة الجمعة، الثانية في سورة البقرة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، سيدنا إبراهيم يدعو، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإنك أنت العزيز الحكيم. مرة ثانية كمان في البقرة، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. والثالثة في آل عمران، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذه التي في الجمعة 4 مرات في القرآن الكريم. كان شيخنا عليه رحمة الله يقول لو قرأنا هذه الآيات لا وجدنا فيها مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من بعد النبي مهمة كل من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل. ولعل الله عز وجل يكرمك فتجتمع فيك هذه الثلاثة. إذا ما كانت هذه الثلاثة فلتكن واحدة. هلأ أنا حبعرض عليكم هذه المهمات، ونحن مطلوب منا يا أخواننا كلنا أن نعمل في الدعوة إلى الله. إذا بتقدر تجمع هذه الثلاثة هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون على قدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ما استطعت، بس مو أقل أن تساعد بواحدة،
هذا إذا كنت معلما، وإذا كنت متعلما فمطلوب إليك أن تسعى بهذه الثلاث كمان. يعني كل واحد بيناتنا، الرياضيون يقولون من ثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة لا يمر إلا مستوى واحد، والمستوي ما بمر إلا لازم يكون فيه ثلاثة. يعني هلأ أنا طرابيزة أقل شيء لازم كلها ثلاث أقدام، ما بتوقف طرابيزة على قدمين، لازم ثلاثة مر حتى تستقر هذه الطرابيزة على الأرض. الآن إذا أردت أن تكون مسلما متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، في ثلاث قواعد أساسية موجودة بهذه الآية وبالآيات الثلاثة الأخرى التي تتكلم عن نفس المعطيات. بدك تجتهد، مطلوب كل أخ بيناتنا وكل أخت يجتهد بهذه الثلاثة، ولا أحد يعرج بحيث يروح واحدة من هدول الثلاثة، لأنه بيكون في مشكلة الحقيقة بالتزامك بهذا الدين. فإذا كنت متعلما مطلوب منك هذه الثلاثة التي سأعرضها الآن، وإذا كنت معلما فمطلوب إليك أن تعطي هذه الثلاثة. إذا ما قدرت الثلاثة أقل شيء ساهم مساهمة، يقول أنا متخصص بكذا أو أنا سأبذل جهدي بكذا جزئيا. يعني المهمات الثلاثة، أولها تعليم الكتاب تلاوة يتلو عليهم آياتنا، تلاوة وتعليم أحكام وأمر ونهي. شوفي بقلب الكتاب، مطلوب من كل أخ بيناتنا وكل أخت يكون قريبا من هذا الكتاب من القرآن الكريم. يا أيها الإخوة، لا يوجد في العالم اليوم كتاب نزل من السماء إلا القرآن الكريم، غير موجود على الإطلاق. لا يوجد جماعة ولا أمة ولا أشخاص يستطيعون أن يدعوا أن ما يحملوه بين أيديهم هو الكتاب الذي أنزله الله إلا أنتم المسلمون. حتى الإخوة النصارى ما عندهم الإنجيل الذي أنزله الله، عندهم إنجيل متى ولوقا ويوحنا وبولس. حتى إذا قلت لهم أين إنجيل سيدنا عيسى، قالوا غير موجود. الإنجيل الذي أنزله الله على سيدنا عيسى وين؟ ما موجود. وإنما تلامذة سيدنا عيسى متى ويوحنا ولوقا هكذا يقولون، هم الذين كتبوا يحفظون أشياء. ففي بعض هذه المكتوبات موجود يكون في إنجيل سيدنا عيسى، بس إنجيل الذي أنزله الله على سيدنا عيسى ما عندنا إياه. حتى اليهود، أين توراة موسى؟ ما عندنا توراة موسى، عندنا كتاب مقدس كتب بعد سيدنا موسى. وحدهم المسلمون يملكون الكتاب الذي نزل من السماء، الذي أنزله الله القرآن الكريم. يا أخوان، هذا فضل الله، فضل الله. إذا أنت كان معك كتاب من وزير فيه كم عبارة، يعني يا رجل بتحتفظ فيه وبتخليه بأرشيفك وبتحطه بأوراقك، مع أنه خلص مفعوله وخلص، بس بتقول يعني حلو، ليك توقيع الوزير يعني حلو. إذا معك شيء كتاب مكتوب من قبل شيء أديب أو شيء شاعر، إذا بخط يده، الله أكبر. هلا أحيانا الناس بيركضوا لعند ناس مشاهير بس مشان يوقع لهم بالألم تبعه على أي قطعة، أنه أخي شغلة كبيرة. فما بالك إذا كان معك كتاب من رب العالمين، الله أكبر. هذا الشيء يا أيها الإخوة، الله عز وجل قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية، ما بيتحمل الجبل. وأقسم بالله لولا أن الله عز وجل أذن لنا أن نقرأ كتابه ما أحد بيناتكم يتحمل، والله تنفجر. سيدنا موسى قال يا رب أرني أنظر إليك، قال يا موسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. لما تجلى ربه على الجبل دك الجبل دكا. كيف أنت بدك تتحمل؟ كيف أنت عم تتحمل أن تقرأ ما أنزل الله؟ والله لولا أن الله أذن لنا ولولا أن الله سمح لنا لما استطعنا، لتفجرت قلوبنا وخلايانا. فيا أخوان، نتخيل هذا الكتاب الذي نزل من السماء وهو الكتاب الوحيد الموجود وغير محرف وغير معدل وغير مزور وغير مزاد عليه وغير ناقص منه، بعدين بتلاقي مسلم ما له صلة بالقرآن. أول مهمة من مهمات الرسول أن يتلو على الناس القرآن وأن يعلمهم الكتاب، يتلو عليهم آياته وبالآخير يعلمهم الكتاب تلاوة وعلما.
مطلوب من كل مسلم بيننا ومن كل مسلم بيننا أن يتلو الكتاب وأن يتعلم الكتاب، حتى إذا تعلمته بتصير أن تعلم تلاوته وأن تعلم أو تعلم أحكامه للناس. ما بيصير يا أخواننا الآن نحن في المسجد، دعونا نتكلم، أو من سيستمع إلى هذا التسجيل، مسلم في هجران بينه وبين القرآن، في عليك إشارة استفهام كبيرة، سامحني. ما بيصير مسلم إذا أعطيته المصحف ليقرأ فيه كأنه يقرأ في لغة إنجليزية، يخربط بالصفحة 21 خربطة. وهو مسلم مسلسل بالإسلام من إلى كل عائلته، كيف يا أخي؟ إما أن تكون متعلما أو أن تكون معلما، تتعلم تلاوته واحد، بعدين تتعلم أحكامه اثنين. اقرأ يا أخي، نحن الحمد لله كلنا نقرأ ختمات قرآن، اقرأ ختمة قرآن مع شرح مفردات مرة واحدة، احضر مجلس، هذا المجلس يا أيها الإخوة من أجل تفسير القرآن، نتعلم شو معنات هذه الآية، شو معنات هذه الكلمة. إذا كنت معلما لابد أن تعلم تلاوة وعلوم القرآن، وإذا كنت متعلما لابد أن تعلم التلاوة وعلوم القرآن. وكلياتنا، ليس مني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بيقربني ولا بعرفه ولا يجي لعندي، ليس مني إلا عالم أو متعلم. بس هذا المجتمع المسلم، ما في واحد جاهل قاعد ببيته، كن عالما أو متعلما. ما بيصير أخي أنا لا بدي هي ولا بدي هي، خايف على حالي، مالك مسلم، أو عفوا مو مالك مسلم، بس في إشارة استفهام كبيرة على الإسلام عندك، كيف تتعلم الدين؟ لا بتتلو ولا تتعلم أحكام هذا الدين. أول مهمة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتلو عليهم آيات، هذا واحد. المهمة الثانية يزكيهم، التزكية تخلية عن الأخلاق المذمومة وتحلية بالأخلاق المحمودة، تخلية وتحلية. الأخلاق نوعين، في أخلاق سيئة وفي أخلاق حسنة. أنت ما دمت في درب الإسلام مطلوب إليك أن تجتهد في أن تتخلى عن الأخلاق الرذيلة وأن تتحلى بالأخلاق المحمودة. لا يا أخواننا، كل ما واحد بيناتنا زاد تلاوة وعلما بعلوم القرآن عم يرتفع درجة ويزداد قربا من الله، كلما ازداد تمسكا بأخلاق محمودة وتخليا عن أخلاق مرذولة كلما عم يعلى درجة، عم يزداد قربا من الله ومن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلما تعلم الحكمة، الوحدة الثالثة اللي حنتكلم عنها، كلما ازداد قربا من الله. هذا هو الإسلام. الإسلام ليس بالتمني ولا بالتحلي، يعني منحط لك على بقيد النفوس الديانة مسلم، مبروك صرت مسلم، لا الشغلة بكرة يوم القيامة، يعني ما بيقولوا جيبوا قيود النفوس تبعكم، دوائر النفوس جيبونا مشان نفوت على الجنة يلي مكتوب مسلم، أبدا. إذا لبست قلابية مو معناته صرت مسلم، لأنه يوم القيامة ما بيقولوا جماعة القلابيات على الجنة أبدا على الإطلاق. سميت أحمد ومحمد وعبد الله ما صرت مسلم، يوم القيامة مو بالأسماء، يعني اللي اسمه هيك بيفوت على اليمين واللي اسمه هيك بيطلع على اليسار. يوم القيامة ستسأل عن هذا الكتاب، وستسأل عن أخلاقك، وستسأل عن الحكمة، جاوبت إجابات صحيحة نفدت، ما جاوبت علقت. لذلك ما دمنا أحياء يا أخواننا تعوا نجتهد في أن نكتسب وأن نعطي هذه الثلاثة، يعلمهم الكتاب تلاوة وعلما، ويزكيهم أن تحسن أخلاقك. لكن معقول شاب مسلم تلتل بالإسلام صار عمره 20-25 سنة يقول لك أنا ما بقدر أغض بصري؟ إطلاق البصر إلى المحرمات خلق مرذول، خلق سيء، خلق لا يرضى عنه الشرع، خلق يخالف أوامر الله عز وجل. طيب أنا هيك يا أخي، ماشي الحال هيك، المريض منيح مريض، بس روح داوي حالك، روح عالج حالك. هلأ أنت هيك بس لازم بعد 6 أشهر ما تكون هيك، وبدك تحاسب حالك وتعاقب حالك وتجاهد حالك حتى تتخلى. كيف يا أخي؟ وين في أدوية؟ وين في دكاترة؟ روح اسأل، تعال اسأل لنقلك. معقول مسلم امتلتل بالإسلام حتى إذا غضب تكلم كلاما يستحي منه كل شريف؟ لك أخي أنا هيك مشكلتي، بس يطلع خلي. ماشي الحال أنت مريض تحتاج إلى معالجة، هلأ هيك منيح بس بعد 6 أشهر مو مسموح تكون هيك، لازم تغير. معقول مسلم يأكل حراما ويقول لك أخي ما يعني هيك أنا بدي أكل حرام؟ أنت بتأكل حرام ماشي الحال، هلأ مقبول بس بعد 6 أشهر غير مقبول.
يعني نحن أيها الإخوة مدعوون جميعا ما دمنا أحياء إلى أن نجتهد في اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته واحد وبندرج فيها عن الكتاب، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أما الكتاب فيأتي مع التلاوة، وأما الحكمة فهي حسن التصرف وحسن الأقوال، حسن الأقوال وحسن الأفعال. وقالوا في تعريف الحكمة هي فعل ما ينبغي وقول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي. أن تكون عاقلا بالإسلام، ما بيصير واحد يكون خويته أجدب، ما بيصير بالإسلام. وللموضوع شرح طويل، سامحوني، نحن بالشام في عنا شغلات عجيبة، إذا شفنا واحد أجدب أو عفوا مريض عقليا مرات هيك بنقول أخي هذا زلمة من الأولياء. شو سوى من الأولياء؟ واحد مريض عقلي شو سوى من الأولياء؟ لا لا لا، روح خليك كبسك والله، الله أكبر. إيه والله. وبعدين حتى أمهاتنا هيك، إنه خدي ابنك لعند هذا الزلمة، هذا إذا كبسه بإذن الله بيطيب. ليش يعني كبسه؟ هذا من الأولياء. أولياء ومجنون بدون عقل، إذا ما بيكون عقلك بيوزن بلد ما بتصير ولي، ما بتصير ولي، ولي وأجدب ما بيصير أصلا. بالتكليف بالشريعة الإسلامية الفاقد العقل غير مكلف، أول شروط التكليف. يعني إيمت أنت تليق بأن يخاطبك الله عز وجل؟ إيمت أنا يليق أن يخاطبني الله عز وجل؟ إذا كنت بالغا عاقلا. مجنون الله ما بيحاكي مجنين، الشريعة ما بتخاطب مجنين فاقدي العقول. طيب هلأ إذا واحد مو مجنون الحمد لله عقله براسه، بس بقال خويته يعني بسيط ساذج سفيه، الشريعة حجرت على السفيه تصرفاته. السفيه لا بيبيع ولا بيشتري ولا بيتجوز، بده ولي. منحط له واحد عاقل راشد نقول له تعال انت، هذا عقله بالعامية بيقولوا جوستين بخرج، عقلاته بيروح وبيجوا، دير بالك عليه الله يوفقك. بقى يا أخواننا يا شباب يا أيتها الأخوات، ما بتصير مسلمة تكون خويته واحد بيضحك عليها، قال دقوا الباب عليها، قالت له نعم، قال بيت فلان، قال ايه، قال افتحي الباب اختي لأنه باعت لكم غراض. قام قالت له ايه، لحظة شوي لفوت على الأوضة، فتحت باب زقاق وفاتت على غرفتها وسكر على حالها الباب لأنه هي لحالها بالبيت، ولا دون رجال فاتوا هدنك سرقوا ألفطوا البيت ويلي بقلب البيت وطلعوا. عما هي طولوا، هدون ما كانوا يطلعوا، لك مين هدون ما كانوا يطلعوا، فتحت الباب لقيت البيت مسروق ومألفط، لك 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه امرأة ساذجة، ساذجة بسيطة، الإسلام يلومها على غبائها، كيف بتفتحي الباب البيت وانت لحالك بالبيت؟ رجل عم بيقول لك افتحونا بعتنا أبو فلان جوزك، يعني طيب دقي تليفون لجوزك انه انت باعت حدا؟ قال لا والله هيك أمنت فيه فورا فتحت له الباب. دقوا الانترفون قالوا لا والله باعت تأنينة غاز، خذونا طريق على المطبخ، فاتوا على قلب البيت آذوها وسرقوا البيت ومضوا. طيب وين عقلك؟ مشكلة. شاب مسلم ملتزم ببيوت الله عز وجل، بيجي واحد بيقول له بدي أخذك مشوار لا يعلمه ولا يعرفه، بياخده بورطه في قضية يمكن ما بيطلع منها بعشر سنوات. المسلم لابد أن يكون حكيما أو عاقلا أو واعيا أو يحسن القول ويحسن التصرف. ربما قال كلمة فندم عليها سنوات طوال، بيقول لك أخي ما تأخذونا هيك، إلنا مرات ما منأخذك بس مرات ما منقدر، بدنا نأخذك وستحاسب على هذه الكلمة. لذلك من مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس الحكمة، يعني حسن القول، صواب القول وصواب الفعل. وللموضوع تتم إن شاء الله تعالى، لكن أيها الإخوة هذه هي الثلاثة التي كانت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد بيناتنا يريد أن يساعد الآخرين في الالتحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم وركبه، فليجتهد في تعليمه هذه الثلاثة كلها أو بعضها. وكل واحد بيناتنا رجلا أو امرأة مطلوب إليه أن يتعب على نفسه ليتقن هذه الثلاثة، تعليم الكتاب والحكمة والتزكية. وللموضوع التتمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح.
كتاب الله.